كنا قد تعرفنا على الجهاز العصبي الطرفي، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما الجسمي والذاتي الإعاشي. الجسمي يتكون من حسي وحركي، أما الذاتي فيتكون من ودي ونظير ودي. بالنسبة للجسم الحسي ينقل الأحاسيس إلى الجهاز العصبي المركزي، بينما الجسم الحركي ينقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى الأعضاء المنفذة. الجهاز العصبي الذاتي الودي يتكون من مركز ودي وعقد ودي وأعصاب ودي. كان المركز الودي، طبعا كمان النظير ودي نفس المبدأ، مركز ودي وعقدي نظير ودي وأعصاب نظيرة ودي. المركز الودي يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي في المنطقتين الظهرية والقطنية. العقد تكون موزعة على جانبي العمود الفقري وإلى الأمام قليلا. الأعصاب بتكون تخرج من العقد وتتجه نحو الأحشاء. مركز نظير الودي بيكون وين؟ في المادة الرمادية للبصل السيسائية والمنطقة العجزية للنخاع الشوكي. العقد نظيرة الودية تقع في الأحشاء، قرب الأحشاء أو فيها. الأعصاب نظيرة الودية مثال عن العصب المجهول والأعصاب الحوضية. أنتقل الآن إلى أسئلة مراجعة الدرس، اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. تقع العقد نظيرة الودية وين؟ بالقرب أو داخل الأحشاء. نعم ممتاز، بالقرب أو داخل الأحشاء. الناقل الكيميائي في المشابك بين العصبون قبل والعصبون بعد العقد في الجملتين الأستيل كولين. في العقد الأستيل كولين. نعم، إذا في العقد في الجملتين الودية ونظير الودية هو الأستيل كولين. ممتاز أحسنتم. ما أثر تنبيه العصب المجهول في حركة القلب؟ العصب المجهول تابع لمين؟ لنظيرة الودية. مهم نظيرة الودية. نعم، حتى يبطئ حركة القلب نظيرة الودية. وما الناقل الكيميائي الذي يتحرر في نهايته؟ الأستيل كولين. الناقل الكيميائي هو الأستيل كولين. نور يلا جاوبينا. أستاذ ما أثر التنبيه يبطئ حركة القلب؟ والناقل الكيميائي الأستيل كولين. ممتاز يا نور. إذن يبطئ حركة القلب والناقل الكيميائي هو الأستيل كولين. طيب السؤال الثاني، ما قسمات الجهاز العصبي الذاتي وكيف يعملان؟ مين اللي كان مين بده يشارك؟ تفضل. أستاذ قسم ودي ونظير. ويعملان بشكل خلي غيرك يا نور دقيق ميكاسي جاعيد. قسم ودي ونظير ودي كيف يعملان؟ يعملان بشكل متعاكس وبآلية انعكاسية. يعملان بشكل متعاكس وبآلية انعكاسية. ممتاز. سؤال ثالث، سؤال طبعا التفكير الناقد ممكن. لماذا سمي الجهاز العصبي الإعاشي بهذا الاسم؟ لأنه يسيطر على وظائف التغذية في الجسم. إسلام. إسلام. لأنه يسيطر على وظائف التغذية. لأنه يتحكم أو يسيطر على وظائف التغذية في الجسم أو الوظائف الحشوية أو الإعاشي. كلها هاي. نعم نعم. تكون الألياف بعد العقد طويلة في القسم الودي وقصيرة في القسم نظير الودي. فسر ذلك. بعد العقد الألياف، انتبهوا أنه الألياف اللي بعد العقد في قسم الودي بتكون طويلة وفي نظير الودي بتكون قصيرة. ليش؟ جاوب استاذ. تفضل. ايش اسمك بس؟ منذر. منذر يلا يا منذر جاوب. في الودي تكون العقد الودية موجودة على جانبي العمود الفقري بعيدة عن الأحشاء. نعم. وفي القسم نظير الودي تكون العقد نظيرة الودية موجودة في الأحشاء أو قربها. نعم، ولها سبب بتكون قصيرة. إذا تكون الألياف بعد العقد طويلة في القسم الودي بقول لأن العقدة الودية تقع على جانبي العمود الفقري بعيدا عن الأحشاء الجباء، وقصيرة في القسم نظير الودي لأن العقدة الودية تقع قرب الأحشاء أو فيها، يعني زي قريبة على الأحشاء، فبدها تكون من باب أولى اليافة قصيرة. ممتاز يا منذر. طبعا إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم.